وما زلت اقول الامير عبد الله بن مساعد واحد من اهم الرجال اللي جاء في مرحله مهمه وحسب له اشياء كثير. حسب له قرار تاريخي بتفريغ الرياضيين وتطوير الرياضيين اللي صدر قبل تقريبا اقل من شهر. وصدر القرار التاريخي اللي هو تخصصت الانديه، صندوق التنميه الرياضي، تحويل رعايه الشباب الى هيئه رياضيه، هذه اشياء كلها تحسب لمين؟ تحسب لرئيس الهيئه الرياضيه الان، والعمل هذا يحسب له. لن يحسب لها يعني او محاولته جر الجزء الباقي من كعكه النجاح اللي هي في كره القدم حتى تصبح الكعكه كامله محسوبه للهيئه الرياضيه، انا اعتقد هو ما هو في حاجه لهذا الشيء. وهو انسان واضح له عمل، له مسؤوليات، عليه واجبات واضحه جدا، بدأت تظهر منه خطوات إيجابية، هذا الشيء الذي يفاخر فيه ويقاتل عليه ويرغب في تأكيده وإظهار نتائج الإيجابية، هذا شيء واضح جدا. هذه هي مسؤولية الهيئة، هذا المطلوب منها، هذه هي مرجعيتنا، هذه هي قوتنا هنا موجودة. ما هي قوتك هنا في اتحاد كرة القدم وماذا يفعل اتحاد كرة القدم؟ نعم أدري أنه هو يعني بيئة جاذبة، صوت قوي، ضوء قوي جدا وساطع، لكن من الصعب أن واحد يحصل على كل الكعكة أن تحسب له يريد النجاح فيها. مع احترامي، أنت تحصل على ثلاثة أرباع الكعكة لأنك أنت المرجعية الكبيرة وأنت لديك الصلاحيات والقوة المالية والنفوذ وأشياء كثير، أنت سلمنا إلى الأعلى، أنت قوتنا في استحصال ما يستحقه الرياضيين، وقد ظهر هذا الشيء في ثلاثة قرارات قلت لك عليها. هذا الشيء اللي احنا نتفاخر فيه، هذا الشيء اللي احنا نقول لك شكرا عليه. لكن استقلالية اتحاد الكرة هذه مطلب، هذه واحدة من أهم الأشياء التي تقاتل وتدافع عنها دولة فيفا. بعض الدول الآن موقف اتحادات كرة القدم وقربها الاتحاد الكويتي بهذا السبب، باللا استقلالية في قرارات اتحاد كرة القدم. هذا شيء واحد. الشيء الثاني، انت تتكلم على الملف الانتخابي، احنا الملف الانتخابي هذا آخر شيء. أول شيء الاستقلالية الشخص اللي يقدح من راسه، أنا أبغى رئيس يقدح من راسه، ورئيس هو يتصرف مع مجلسه ومع جمعية العمومية، هم اللي يتحملون المسؤولية. اما انسان يجي والله يقول طيب انا دحين لو ترشح عادل عزت اروح الجا لمين؟ اشتكي للجنه الاولمبيه اقول شو مرشحكم؟ مو صحيح طبعا، ما حد تكلم انا مع رئيس الاتحاد ذا لو جاء، مع احترامي انا اقولها بكل علانيه، انا راح اتكلم مع الهيئه الرياضيه واللجنه الاولمبيه مباشره. لانه هذا منفذ، رئيس تنفيذي واضح جدا، هذا شيء على جنب. ثاني شيء، انا لما تجيني انا كانديه، انا انديه مكسوره، انا انديه ضعيفه ماديا، انا انديه مطحونه بالديون، لما اجد الهيئه الرياضيه واقفه مع مرشح يعني صراحة بتوقف مع مين في هذا الجانب؟ حسب في أنا أصير كنادي في موقف ضعيف، في موقف مكسور، إن أنا تقدم لي دعم 150 ألف قبل فترة قصيرة من الانتخابات، أنا ما أدري إيش يصير لي للأندية ويجيني دعم، هذا مو صحيح يا أخي صراحة. هذا شيء يعني مع احترامي ما بقول كلمة أحد يزعل منها. ليه ما ظهرت الدعم اللي للأندية الدرجة الأولى إلا قبل أسبوع ولا أسبوعين 150 ألف ريال؟ ليه؟ هذا مو منطق صحيح، ما هو عمل يعني على مسافة واحدة ويكون انتخابات فعلا ما هي موجهة، انتخابات ما فيها ضغط غير عفوا ضغط عن بعد. أنا محتاج في النهاية رئيس اتحاد كرة بمجلس إدارة بجمعية عمومية يتخذ القرار من نفسه. ومتى ما احتاج للهيئة الرياضية لاستئناس برأيها لدعمها لوقفتها سواء لجانب داخلي وجوانب مهمة جدا خارجية يدعمني فيها الهيئة الرياضية، هذه اللي أنا أحتاجه من الهيئة الرياضية، أن تعزز قوتي وحضوري ونفوذي في الخارج. هذا هو الدعم والنفوذ اللي أنا أحتاجه منها. إحنا ضعفنا في هذا الجانب وتراجعنا وأصبحنا في صف الثاني أو الثالث بعد ما كنا قواد ورواد في هذا الجانب. هذا الجانب اللي المفروض تركز فيه الهيئة الرياضية وتديني دعمها وقوتها وتديني مرشحها. مع احترامي يا أخي، كلهم مواطنين، كلهم مرشحين واحد، كلهم على مسافة واحدة، كلهم مكان الاحترام والتقدير. فإذا هذا هو اللي يجب أن يكون، هذا بالتساوي على الجميع، ما يكون المسافة مقاربة من طرف على حساب طرف آخر. هذا هو الشيء، هذه في أشياء مطالب وواجبات على الهيئة الرياضية واللجنة الأولمبية أكبر من الدخول في سباق الانتخابات. مع احترامي.